أكد صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين وما جسدته من قيم التسامح والانفتاح على الآخر التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد جعلها نموذجا حضاريا يحتذى به في تعزيزها لهذه القيم التي أصبحت نهجا يسير عليه أبناء الوطن لاحتضانها مختلف الأديان والثقافات عبر تاريخها الطويل. وأشار سموه إلى أن ما قامت به المملكة من مبادرات عززت من التسامح بين الأديان والحضارات والتعددية الثقافية وترسيخها لمفهوم السلام والمحبة والتقارب بين الشعوب، وهو ما يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز قيم التسامح الديني والحوار مع الأديان. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم الأسقف كريستوفر بات راعي كاديريدية القديس كريستوفو بمناسبة انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين، والذي قدم إلى سموه الدكتور بيل شوارتز الأسقف الجديد لكاترادائية القديس كريستوفر، حيث رحب سموه بالدكتور شوارتز متمنيا له التوفيق، ونوه بإسهامات الأسقف كريستوفر في المجالات الإنسانية وبالدور الذي تقوم به كاتدرائية القديس كريستوفر في تعزيز قيم التسامح بين الأديان. من جانبه أعرب راعي كاديرية القديس كريستوفر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على فرصة اللقاء بسموه، مشيدا بالتنوع الثقافي والتسامح بين الأديان والثقافات الذي تمتاز به مملكة البحرين.